وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسين محمد العالي، أمين سر جمعية عالي الخيرية الاجتماعية. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن هناك دعم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية والأهلية بشكل عام، كيف ينعكس هذا الدعم على أدائكم في تقديم خدماتكم الخيرية إلى المجتمع؟ مساكم الله بالخير، رحب فيكم مشاهدي قناتنا الفضائية وأشكركم على هذه الاستضافة، وأبارك لجميع الزملاء في المجال التطوعي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري اللي تحتفل فيه مملكة البحرين مع كافة دول العالم في 5 سبتمبر، ترسيخا للعادات الحسنة ومبادئ الإيثار والبذل والعطاء اللي ورثها وتربى عليها المواطن البحريني وراح يسلمها كأمانة للأجيال القادمة اللي حثهم على المواصلة عليها. إجابة على سؤالكم بخصوص دور الوزارة والدعم المقدم من قبلهم لنا كجمعيات خيرية، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التنمية الاجتماعية وعلى رأس سعادة الوزير السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور على الجهود الكبيرة والدعم المستمر وعلى حرصهم ومتابعتهم لشؤون الجمعيات الخيرية ودعم البرامج والمشاريع التنموية المجتمعية. طبعا الوزارة اتخذت العديد من الوسائل المشجعة لمضاعفة فعالية الجمعيات الخيرية، لعل إنشاء المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية أحد أهم الإنجازات الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية. طبعا عن طريق هذا المركز مكنت الجمعيات من زيادة بناء قدراتها بإكساب المنتسبين والمتطوعين المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق رسالتها وأهدافها، لتكون هذه الجمعيات كقطاع أهلي شريك فعال في تنمية المجتمع. ونرى هذا الشيء عمليا من خلال برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية، بالإضافة إلى برنامج تقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية، وأيضا تقديم المركز مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف المجالات الإدارية والفنية، ولا ننسى أيضا الدعم اللوجستي المقدم من قبل المركز والتواصل الإيجابي أيضا وتسهيل الحصول على تراخيص جمع الأموال. نعم بالتأكيد سيد حسين، يعني ماذا بخصوص يعني على الصعيد الأهلي؟ نحن تحدثنا عن الصعيد الرسمي والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كيف تنظرون اليوم لتكافل المجتمع البحريني في العمل الخيري والتطوع، خصوصا وأن مملكة البحرين دائما ما تتصدر مؤشر العطاء العالمي؟ طبعا كلنا نعرف أن الجمعيات الخيرية هدفها الأساسي هو تحسين مستوى معيشة الأفراد المحتاجين من خلال تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والحث على البذل والعطاء لكافة أفراد المجتمع. جمعيتنا كمثال تقوم بوضع عدد من البرامج المتكاملة اللي تسعى من خلالها إلى مساعدة الفئات المحتاجة، لتستطيع هذه الفئة التأقلم مع متطلبات الحياة كالمعونات الشهرية المقدمة، المساعدات الموسمية، حملات جمع التبرعات. أيضا لدينا برامج مستحدثة ومبتكرة للارتقاء بهذه الأسر اقتصاديا واجتماعيا، فالجمعية تقوم بتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلبة وللمشاريع المنزلية للأسر، بحيث تخرج هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى الاستقلالية والاعتماد على النفس. هنا أخي أود أن أشير إلى مشروع على سبيل المثال دار رعاية الوالدين في عالي، الذي سيرى النور من خلال الدعم الحكومي بمنح الأرض وتقديم التسهيلات من جانب، والدعم الأهلي بالعطاء للبناء والتنفيذ. هذا يجسد أكبر معاني التكافل والترابط بين المجتمع، فالجمعية تعتبر حلقة وصل بين فئات المجتمع المقتدرة والمعوزة وحاضن للكل دون استثناء أو تمييز، لذلك فهي تبث فيهم روح الألفة والتراحم من خلال الفعاليات والبرامج التي تهم الصالح العام والمجتمع، وتؤكد على مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي بينهم، حيث يفزع المقتدرون لتوفير ما يحتاجه الغير، وهنا يتحقق بثره الطمأنينة والابتسامة والأمان في المجتمع. بالتأكيد. نعم سيد حسين محمد العالي، أمين سر جمعية عالي الخيرية الاجتماعية، شكرا على هذه المداخلة.